ليه كارتيرو ما بدأش بالقوة الضربة بتاعته من أول ماتش؟ ما هو ده بس السؤال هو اللي لازم زيزو، يتسأل. زيزو برضه علامة استفهام انه مش موجود، يعني حتى ما كانش موجود معاه في البدلاء، فممكن يكون زيزو احمد لا 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 لعب، لا لا زيزو لعب، لعب عادي، لا لا هو لعب بس لعب 10 بدأ الماتش يعني، لعب هو واشرف بن شرقي لعبوا على يعني على اشرف فين؟ لا يعني وسيف الجزيري لا، واشرف كان ساعات هو بيخش 10 وزيزو يروح بره بالظبط، ونجم يعني انا بتكلم على الشوط الاول. انت واخد بالك لما كنا بنقول على كيروش ايه؟ كان بيلعب ماجد هاني ماجد وامام عاشور ماجد هاني وزيزو بن شرقي ونجم وسيف الجزيري بيلعب. قصدي انا قصدي ان ليه ما حطش احمد سيد زيزو في مكانه ويلعب يوسف اوباما 10؟ لا ما هو من البدايه خالص ده الطبيعي، هو بدا باوناج من ناحيه اليمين. ما هو ده اللي انا اقصده، ان هو انا بتكلم في احمد سيد زيزو في حاجه، في مشكله يعني، ممكن يكون لا لا لا، لا هو لا عشان عايز يلعب اوناج من ناحيه اليمين، فعايز يستفيد باوناج من ناحيه اليمين، واحمد سيد زيزو هو اللي تحت اللي يلعب 10 واشرف ناحيه الشمال. لكن انت دايما احنا كنا بننتقد كيروش ان هو مش حاطط اللاعب في مكانه. ايوه فانت ما تخسرش جبهه قوية عشان عايز تحط واحد تاني في انت لما بتحط واحد تاني وبتغير من مكان اللي هو المميز جدا بتاع اللاعب عندك ده، انت بتخسر يعني بتاخد منه 50% بس. احمد سيد زيزو من اللعيبه المميزه جدا على الطرف اليمين، ما تغيرلوش مكانه. يعني انت ممكن تخلي ونجم جنبك وتحط ممكن اوباما هو اللي يلعب 10 تحت، هو اللي يلعب 10 تحت، ما ينفعش يلعب الا في المكان ده. او لو انت عايز ممكن تحط شيكابالا ممكن يلعب 10، لكن احمد سيد زيزو لازم يلعب ناحيه اليمين. الطرفين بتوعك لما يكون بن شرقي ناحيه الشمال واحمد سيد زيزو ناحيه اليمين هيفرق معاك كتير. صح. جدا جدا. على فكره انت ممكن تلعب اوباما فيرود برضو، يعني انت لو مش عايز تحط هو ميزه اوباما كابتن انه بيخش فيرود، يعني هو بيلعب 10 زي ما بيلعب 10 بيخش فيرود، بيخش فيرود تاني مع زي ما جاب الجول مع عمر سعيد. اصل انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن عنده الميزه دي بصراحه، ممكن سيف الجزيري ما تلعبوش وتلاعب اوباما وتحط تحتيه شيكابالا كمان. يعني انت تستفيد بدول في الطرفين بتوعك مهمين جدا. يبقى يوسف اوباما 9 يعني يبقى 9.